اوكي، اليوم في محاضرتنا لكتشر 4 بارت 2 حنحاول نعمل انتروداكشن لبرنامج الاماس بروجكت كاحد التولز اللي بنستخدمها في البلاننج اند سكادجولينج. مينلي حنمر على انتروداكشن عامه على الفيتشرز تبعت الاماس بروجكت، وحنحاول نعطي برضه سمول توتوريال عن أمس بروجكت حتى نشوف كيف ممكن نستخدم معظم الميزات الموجودة في البرنامج، ومن خلال كيس ستادي حنعمل ديمونستريشن لهذه الفيتشرز بحيث نشوفها بشكل تطبيقي وعملي خلال محاضرتنا القصيرة اليوم. الخطوات اللي عادة هننشئ فيها أي مشروع على برنامج الأمس بروجكت هتمشي بالخطوات التالية اللي موضحة أمامنا. هنعمل ديفينيشن للبروجكت، وبالتالي ده بيكون السكوب عندنا واضح. هنعمل بيلدينج للبلان. البيلدينج للبلان بتمر بمجموعة خطوات. الخطوة الأولى نحدد الستارتنج ديت تبع هذا البروجكت، ثم نعمل entering the tasks أو the activities، وندخل the durations الموجودة عندنا، نعمل assign the resources، وممكن نعمل linking the tasks. والخطوة الخامسة أحيانا ممكن نقدمها على خطوة 4، وهذا اللي هنعمله إحنا خلال the demonstration تبعتنا، لأن هنأجل موضوع the resources لمرحلة لاحقة. Once إنه صارت الـ links للـ tasks موجودة والـ resources assigned والـ cost كمان صار inputted، هنا ممكن نعمل عملية dissemination للـ plan، نعمل fine tuning إلها، ونبدأ مرحلة التنفيذ واللي بتتطلب إنه يكون في control على الـ plan من خلال الـ tracking and monitoring. طبعا هذه المرحلة بتتطلب إنه نعمل ما يعرف بالـ baseline baseline schedule، ويصير في مقارنة كل الـ updates later والـ progress مع هذا الـ baseline، وبالتالي هان بنصير في مرحلة ما بندخل الـ actual dates أو الـ completion percentages أو الـ new durations etc، وبصير عملية مقارنة مع later مع الـ baseline اللي بتخلينا نعمل نوع من الـ adjustment للـ plan. وهيك بنكون احنا تقريبا انجزنا بلان كامله باستخدام الامس بروجكت. هذا الرود ماب، هذه اللي حنحاول خلال المحاضره هذه ومحاضرات اخرى تتبعها انه نصل لانه يكون في عندنا كومبليت بروجكت من كونه بلان الى انه يكون فعلا تم تطبيقه وعمل مونيتورنج وكنترول عليه. من اليوم حنحاول نشوف النقاط البسيطة التالية في البرنامج، كيف نحدد الـ project information والـ project start و finish dates to set up a base calendar للـ project هذا باستخدام البرنامج MS project. ثم حندخل المجموعة من الـ tasks والـ duration تبعتها، ونحدد إذا كان في عنا milestones، ونعمل نوع من بعض الفورماتنج لو بدنا نعمل insert لنيو تاسك، deleting لأي تاسك، وكيف ممكن نعمل حاجة بنسميها recurring tasks اللي بتتغير مثلا زي meetings أو شغلات شبيهة فيها. أيضا ممكن نشوف في محاضرتنا اليوم how to make an outline tasks، بحيث يكون في عندي hierarchy للtasks و نربطها في الورك بريك داون ستراكشر، بحيث يكون في عندي تاسك سب تاسك سب سب الى اخره، وبالتالي يكون في عندي امكانيه ان انا اعمل نوع من الكولابسنج والاكسباندنج للاوتلاين تاسك لمزيد من الديتيلز اذا لزمنا. والنقطه المهمه الاخرى اللي حنشوفها كيف نحدد طبيعه التاسك ريليشن شيبس، كيف انا لو بدي اختار نوع الريليشن شيب تكون فينيش تو ستارت، فينيش تو فينيش، او ستارت تو فينيش، او فينيش to start، sorry start to finish. طيب خلينا نبدأ الآن التيوتوريال تبعنا. طبعا في ماتيريال كتيرة موجودة أونلاين وممكن يصير فولو أب إلها من خلالكم، حطيت بعض اللينكس هنا اللي ممكن تستعينوا فيها.
طبعا الآن في عندنا نسخة أمس بروجكت 2016 وفي جديد 2019، حسب يعني الجهاز اللي عندكم والإمكانات ممكن تستخدموا النسخة اللي أنتم بتشوفوها مناسبة، لكن التغييرات مش جذرية جدا ما بين هذه النسخ. أوكي، مينلي لو بدي أمشي بشكل رئيسي على البرنامج، طبعا لو أنا فتحت الأمس بروجكت حيعطيني الويندو هذه to start a new project، ممكن أبدأ new project as a blank project وأنا أعمل كل الفورماتنج له من البداية، أو إذا كان في عندي أنا existing project وبدي أستفيد من الفورمات اللي أنا عملتها في هذا البروجكت وأعمل save as لهذا new project based على الفورمات حتى ما أبداش من الصفر. وفي عندي مجموعة هنا التمبلتس موجودة أنا ممكن أستفيد منها، عادة بختار new project وبأستمر في الطلبات الثانية تبع التعريف، المجموعات الأخرى المطلوبة من الانفورميشن التاسك إلى آخره زي ما تو ذكرنا. أنا بس حابب أولا قبل ما أنتقل للبرنامج أوضح بعض الشغلات الرئيسية. طبعا لما أنا اخترت نيو حيعطيني هذه الويندو اللي ظاهرة أمامي، الويندو هان الريبون الرئيسي للتابس اللي حتعطيني ميزات كتير عالية في إدخال المعلومات اللازمة، وعندي مجموعة من التول بارز أيضا اللي حترتبط في طبيعة المهمة اللي أنا بعملها، سواء إذا كنت أنا بتعامل مع تاسكس مع ريسورسز مع البروجكت أز هول أو مع الفيوز المختلفة اللي أنا بحاول أتحكم فيها. البرنامج فكرته بسيطة بأنه في أنا عندي هان زي شبيه بالسبريد شيت بدخل فيه البيانات اللازمة عن التاسكس، والجرافيك ويندو أو المين سكرين اللي بتظهر لي البارز المتعلقة في هذه التاسكس واللينكس المرتبطة فيها، وأنا برضو ممكن ليتر أتحكم بأشكالها وبعض التفاصيل الخاصة فيها. هذه المين انترفيس تبعت البرنامج. طبعا حنمر على كتير من التابس اللي موجودة عندي هان حتى نوضح استخداماتها سواء بالمحاضرة هذه أو المحاضرات اللاحقة. ومن الشغلات المهمة جدا عند البروجكت بار الموجود على الجانب وبحدد لي نوع اللي أنا ممكن أستخدمه سواء كجانت شارت والأنواع المختلفة فيها المرتبطة بالتراكينج جانت أو بعض الشيتس اللي أنا بدأ أغذي فيها مجموعة من المعلومات. طبعا الخطوة الأولى اللي بنعرف فيها عن نيو بروجكت هي البروجكت انفورميشن. فالبروجكت انفورميشن أنا بهمني أحدد هان، طبعا هي موجودة عندي هان تحت بروجكت تاب، يكون عامل كليك عليها في البروجكت انفورميشن. لو عملت كليك عليها بتظهر لي الويندو هذه اللي انا بدخل فيها الستارتنج ديت تبعت المشروع، وبيظهر عندي طبعا الكارنت ديت، السكادجولينج فروم هذه نقطه كثير مهمه، انا في عندي خيارات عندي حشوفها سواء بروجكت ستارت ديت او من الفينش ديت، والكالندر اللي انا حددتها وبدي استخدمها. طبعا الديفولت الستاندرد كالندر حنشوف فيما بعد لما انا بعرف كالندر خاصه فيها لازم أرجع هنا أحدد إنه أنا بدي أستخدم الكالندر اللي أنا عرفتها. طبعا حأمشي على باقي الفيلدز ليتر تفصيل، بس أنا بحاول أعطي الآن أوفر فيو عن البرنامج. الخطوة التالية إن أنا أعمل سيتنج للوركينج دايز من خلال التشينج، طبعا أنا تحت التاب بتاعت البروجكت تشينجينج وركينج تايم. الوركينج تايم انا بعتمد على طبيعه ظروف العمل اللي عندي، الستاندرد البروجكت كالندر بيكون فيها ساتردي وساندي عباره عن اوف دايز نون وركينج دايز زي ما هو معلم عندي هان باللون السكن الفاتح، وباقي الايام الابيض هي وركينج دايز. هذا الستاندرد. طبعا لو انا حبيت اغير بدي كيف ممكن اعمل، إذا بدي أعمل أنا كالندر خاصة فيا بعمل create a new calendar وبحدد أيام العمل اللي عندي وأيام الإجازات السنوية، وكل هذا الشيء حنشوفه بشكل تفصيلي. وبالتالي أنا هان حددت أيام العمل ساعات العمل وإذا كانت بتختلف عن الستاندرد، وبنتقل فيها للخطوة التالية. هذه الـ two basic
انفورميشنز اللي لازم انا اعملها. الان انا بكون ريدي انه ابدا ادخل التاسك اللي عندي. طبعا انا الان يعني بستطيع ادخل التاسكس المختلفة اللي ممكن تمر علي بالمشروع تبعي بشكل رئيسي زي ما احنا شايفين بالشاشة. انا ممكن على سبيل المثال ادخل التاسك A مدته 5 ايام، ومجرد ما بدخل الديوريشن تظهر عندي على الجراف او على البار تشارت المدة تبعت هذا الاكتيفيتي. ولكن اللي بدنا نلاحظه الديفولت تاع البرنامج بدخل التاسك مود عادة إما scheduled أو auto. أنا ممكن أتحكم فيه في الأوبشنز، لكن الديفولت بيكون manual، يعني أنا بحدده. أنا بفضل طبعا نحوله لأوتو حتى يصير في تعامل مع اللينكس بشكل أسلس. هذه كمان الويندو اللي حنشوفها لما ندخل التاسكس المختلفة. الخطوة الرابعة مرتبطة بإني أنا أحدد more information عن التاسك. طبعا لو عملت دبل كليك على التاسك اللي مثلا هام بالنسبة لنا التاسك A، عملت دبل كليك عليه بتظهر لي التاسك information window. التاسك information window بيعطيني مجموعة ممتازة جدا من التابس اللي أنا ممكن أعرف فيها إيش ممكن يكون البريديسيسر تبع هذه التاسك، الريسورسز، الكوست، بعض الكونسترينتس اللي انا ممكن احطها لهذا التاسك. الستيب الخامسه بعد ما ادخل الليست اوف تاسكس ممكن اعمل عمليه ربط لهم لهذه التاسكس بيست على الريليشن شيب اللي بتربط مثلا الاكتيفيتي او التاسك A مع التاسك B وB مع C من خلال بيظهر عندي هنا التاسك تايب سواء FS FF SS SF. ومباشرة عند إدخالي لهذه التاسك تايب الريليشنشيب تايب بتظهر اللينك عندي على الجرافيك مبين نوع الريليشنشيب الموجودة، وهذا كمان أيضا حنشوفه بشكل عملي كمان شوية. طبعا النقطة المهمة الأخرى حنعمل demonstration ل features في الMS project من خلال استخدامنا لكيس ستادي او لسمول بروجكت. من خلاله نحاول نشوف كيف ممكن نعرف هذا البروجكت، نحدد التاسكس المختلفه، نعمل لينكس لها ونحدد الريليشن شيبس، ونعمل عمليه بلاننج له وادخال التكلفه والريسورسز، واخر مرحله يصير عمليه كوست اوبتمايزيشن بحيث انه نعمل ديمونستريشن لكل الفيتشرز اللي ممكن نتعرض لها في هذا البرنامج. المشروع زي ما ذكرت بسيط، هو عباره عن تمديد خط مياه رئيسي بطول 1000 متر قطر 3 انش في شارع رئيسي، ثم تمديد خط فرعي في شارع فرعي مع منهل له قطر 2 انش، وأيضا خط فرع آخر بطول 300 متر، وبتفرع من هدول الخطين house connections. طبعا أنا عندي مجموعة من الشروط، إنه مثلا ممكن أحط إنه pipes delivery، هذه constraints pipes delivery at least بدها 4 أيام من time of order. هذه بدي أخذها بالحسبان عندما أحط الactivity تاعت pipes. المشروع بيبدأ بواحد 11، نغير هذا لألفين وعشرين، والبروجكت ديوريشن حسب العقد 13 days، ومفروض لما نعمل سكادجولينج يكون السكادجول تبعنا least cost scheduling. Friday is chosen to be a weekly holiday أو non-working day. طبعا list of resources ايضا given زي ما هو موجود امامنا، ايش طبيعه التولز والاكويبمنت والهيومن ريسورسز ايضا معطاء لنا مع الكوست لها، مع الكوست بير يوز، مع الاوفر تايم حتى نستعين فيها في ادخالنا للكوست. وفي مجموعه كمان شغلات بنحددها عاده مثلا كبونص اذا
أنا كان السكادجول تبعي أقل من 13 يوم زي ما حددنا في السلايد السابقة، ممكن يكون في عنده بونص $500 للكونتراكتر. ولكن في حال إنه السكادجول تبعي انعمل على أكثر من 13 يوم، ممكن يكون في بانالتي $300 عن كل يوم إضافي. هذا حتى تخلينا نصل للحظة least cost scheduling. طبعا الـ required في هذا البروجكت إنه في الأول نعمل work breakdown structure حتى نحدد الـ framework تبع البروجكت، ونعمل عملية scheduling للـ activities باستخدام الـ MS project اللي بنتوقعه منكم إنه تعملوا scheduling للـ activities بتحديد الـ durations، تحديد للـ logical relationships اللي بتربطها، ونعمل assigning للresources لكل task و assigning للcost، ونعمل عملية tracking للproject progress بأخذ مثال على إنه إحنا مثلا وصلنا لنص المدة، حتى نعمل عملية monitoring لل various activities اللي ممكن تمر علينا في monitoring control باستخدام البرنامج، ثم to develop earned value fields حتى تعطينا مؤشرات عن البروجريس وميجرز عن الكنترول على البروجكت، ونعمل فاينل ريبورت نورجي فيه كل الفيتشرز اللي اشتغلناها في هذا البروجكت. طبعا هذا مقترح للورك بريك داون ستراكشر لهذا المشروع. ممكن كمان تحط انت مقترح اخر يعتمد بطريقة اخرى على تنفيذ الأعمال، مثلا أكثر من إنه أنا ماخذ مثلا هان mainly المين لاين 3 انش activities مفصلها، في بحب ياخذوا work breakdown structure لا based على ال packages itself. يعني ممكن يكون ال excavation ويندرج تحتي ال constructors ال main line, constructors secondary line و etc. هذا كمقترح حتى نبدأ في البروجكت تبعنا. الآن خلينا ننتقل لاستخدامنا للبرنامج بشكل عملي. أوكي، خلينا الآن ننتقل للبرنامج MS Project. ممكن 2016 أنا حالياً بستخدمه. طبعاً لو استخدمته 2013 مش هيكون في فروقات كبيرة، في تحسينات في 2019. بكل الأحوال لو أنا عملت دبل كليك على البرنامج هيفتح لي الويندو اللي أمامي. أنا هختار new project أو blank project. طبعا أنا ممكن أستخدم templates أنا already ممكن أكون عاملها ومخزنها حتى ما اضطرش أعيد كتير من التعريفات، سواء المرتبطة بالformat للbars للgrids للcalendars إلى آخره. فبستخدم لو إشي عندي أنا عامله كtemplate new from existing project، لكن أنا بدي أحاول أبدأ معكم blank project حتى نشوف كيف ممكن نعمل مشروع من البداية. طبعا هذه الشاشة الرئيسية اللي تعرضنا لها قبل شوية وأظهرناها. أنا الآن بدي أحاول بالبداية أعرف مجموعة من الانفورميشن عن المشروع تبعي. فأروح للتاب project، أدخل project information. البروجكت انفورميشن بتحدد لي الستارتنج ديت تبع البروجكت. الديفولت بيكون معطى هو نفس الكرنت ديت تاع تاريخ اليوم. طبعا انا التاريخ عندي هنا بيظهر بالنظام الامريكي المانث فيرست، بعدين الديت الداي، بعدين الير. طبعا ليتر ممكن نغير ونغير طبيعه الفورمات. طبعا لو انا حبيت اختار يوم تاني للستارتنج ديت هي بيكون ظاهر عندي هان على الكالندر ايش الايام اللي انا ممكن ابدا فيها المشروع. الستاتس ديت حنيجي نعالجه ليتر لما نتحدث عن الارند فاليو. السكادجول فروم، انا عندي تو اوبشنز اعمل سكادجولينج للبروجكت تبعي، اما من الستارت ديت للبروجكت او ممكن يكون باكورد اذا انا حبيت ارجع برجوع من الفينيش ديت للبروجكت واعمل عمليه سكادجولينج. لكن الديفولت واللي بننصح انه نستخدمها هي السكادجول فروم بروجكت ستارت ديت، عشان هيك الفينيش ديت هنا مش اكتيف. طبعا في فيلدز اخرى هنتحدث عنها لاحقا وكيف انا ممكن استفيد من الستاتستكس والهيلب عشان اتعرف على مور فيتشرز في البرنامج. النقطه اللي بدي انتبه لها الكالندر، في عندي تحديد للكالندر اللي انا بدي استخدمها.
في الستاندرد البيلت ان في نايت شيفت في 24 اورز انا ليتر حعمل كالندر خاصه فيا للمشروع تبعي. اذا انا created a new calendar لازم فيما بعد استدعيها من هان عشان اشعر البرنامج انه هذه هي الكالندر المعتمده في حسابي للمدد وللكوست وللريسورس وورك اتسترا. فهذه نقطه كثير مهمه انتبه لها ليتر لما بدي اعرف انا ايش الكالندر اللي بدي استخدمها لهذا السبيسيفيك بروجكت عندي. اوكي طب اذا هاي اول نقطه انا عرفت البروجكت بعض البروجكت انفورميشن. الان بدي اغير في الكالندر تحت التاب بروجكت تشينج وركينج تايم بالكليك عليها بتظهر عندي الكالندر الستاندرد الموجوده هي تاعت البروجكت بتبين عندي انه في ايام وركينج دايز اللي باللون الابيض نون وركينج دايز اللي باللون الجراي وسبيسيفيك دايز ممكن هذه تكون اكسبشنال انا بحددها اذا كانت اجازات او بغير في مواعيدها بتظهر برضو باللون الابيض تحتها خط الى اخره. طبعا السبت والحد بهذه الديفولت هي ايام هوليديز وباقي ايام الاسبوع هي ايام عمل. ايام العمل اللي محدده عندي هان في الوركينج تايم من 8 ل 12 ومن 1 ل 5. اوكي طب لو انا حبيت اغير مثلا بدي اعمل ماي اون كالندر بدي اعرف نيو كالندر فكرييت نيو كالندر ممكن تكون كوبي اوف الستاندرد وانا اعمل عليها تعديل مثلا خليني اعمل كوبي بس اسميها مثلا بروجكت 2 كالندر. اوكي طبعا ظهرت عندي هنا البروجكت 2 كالندر بس نفس ايام العمل اللي محطوطه عندي. بدي احاول اغيرها مثلا الورك بروح على الورك ويكس الان بدي اعدل الايام العمل المختلفه من الديتيلز. الآن ماندي على سبيل المثال أيام العمل من 8 إلى 12 ومن 1 إلى 5 أنا ممكن أعدل هان إذا بدي أعدل في ساعات العمل بدي أرجع مرة تانية إلى ساندي. ساندي هان محطوط عندي نون وركينج داي لو بدي أخليه وركينج داي بدي أحط 6 days to these specific working times دخليها زي باقي الأيام من 8 إلى 12 ومن 1 PM إلى 5 هاي ساندي وساتردي نفس النظام ممكن من 8 طبعا 6 to these specific times من 8 الى 12 ومن 1 الى 5. فرايدي بدي اخليها نون وركينج تايم كهوليدي اوكي هيك اختلفت عندي الكالندر صار فقط فرايدي هو يوم الإجازة وباقي الأيام هي أيام عمل. إذا حبيت أختار أي يوم تاني أحطه مثلا أوف هوليدي إلى آخره بختار هذا اليوم وبيكون عندي هذا مثلا يوم 20 هذا إكسبشن بختاره بحط له ديتيلز إذا كان هذا بدي يكون نون وركينج تايم أو بدي أخلي ساعات العمل تبعته مختلفة. لو هذا بتكرر الايفنت عندي طوال السنة او اشهر معينة بحدد الرينج تبع الريكورنس تبعته. هيك انا بكون جهزت الكالندر تاعتي. لو انا حبيت اغير بعض الشغلات الثانية المرتبطة بساعات العمل الاسبوعي بداية ساعات العمل في هذا المشروع من options بتودين على schedule ومن schedule أنا بغير عندي هنا مجموعة من الكالندر أوبشنز المرتبطة في هذا المشروع بشكل خاص. مثلاً الويك ستارتس أون ساندي لو أنا حبيت أخليه من ساتردي وبداية السنة ولو بدي أغير ساعات العمل بس بدي أكون منتبهاً إني أنا لما بحسب ساعات العمل وعندي أيام العمل ليتر في حساب التايم إيفورت أو الورك للريسورسز بدي أكون عامل حساب عدد ساعات العمل اليومية بتتوافق مع
الـ hours per week والـ days per month. نقطة تانية أنا ممكن أعملها من الآن new tasks created. التاسكس اللي بدي أعمل إلها الآن entering بديها تكون مش manual scheduled. خليني أغيرها من هنا لأوتو scheduled وأعمل أوكي. هاي أوكي. الآن أنا جاهز أبدأ أدخل التاسكس عندي وأعمل اللينكس إلها بشكل مباشر. أوكي، بس نقطة قبل ما أدخل التاسكس في ظاهر أمامي هنا بالجرافيك ويندو أو البار تشارت ويندو، لسه لازال عندي أيام الإجازات، هي السبت والحد اللي هي نون وركينج دايز وفرايدي وركينج داي. فكمان هذا بدي أغيرها وبدي أعرف المشروع إنه أنا الآن حأستخدم الكالندر الجديدة اللي أنا عرفتها. فلو رحت على Project Information هنا بالكالندر بدل Standard Project 2 Calendar، فدي صارت already الآن في السيستم. هنا بعمل دبل كليك على عندي على الـ Working Time أو Time Scale. الـ Non-Working Time بالكالندر اللي ظهر أمامي هان بختار Project 2 Calendar. أوكي، فهي تحولت هنا باللون السكن الفاتح أيام الإجازات لفرايدي. هيك أنا بكون جاهز الآن أدخل التاسكس عندي. والتاسك مود طبعا ظاهر أمامي هان إما حيكون مانيوال سكجولد أو أوتو. أنا تو غيرته من الأوبشنز لأوتو. خلينا نبدأ ندخل أول أكتيفيتي. لو أخذت أكتيفيتي A مجرد ما عمل إنتر هنا أعطتني التاسك مود إنه أوتوماتيكلي سكجول تاسك، إنه عرفتها. والديوريشن بتعطينيها بشكل علامة استفهام كاستيميتد ديوريشن، وبتحدد الستارتنج ديت والفينش ديت لهذه الأكتيفيتي. لو أنا حبيت أخليها أكثر مثلا activity A 5 days حطها 5 days. هنا ظهرت عندي الactivity A عبارة عن 5 days excluding يوم الإجازة، فهي 5 أيام عمل، يعني من يوم Wednesday Thursday Saturday Sunday Monday 5 أيام عمل، وبالتالي Friday حتكون off. طب لو حطيت أنا الماوس على البار حيظهر لي basic information عن التاسك، the start date والfinish date والduration تبعته، وهذه ميزة جيدة. الآن لو حبيت أعرف كمان activity تانية مثلا activity B والduration تاعتها 6 أيام، هي نفس النظام activity. خلينا نعرف كمان activity C 3 days. أوكي، الآن لو حبيت أعمل task relationships بدي أحدد العلاقة اللي ما بين الactivities. أفضل طبعا في عنا إمكانية وأكثر من إمكانية أحدد task relationships. واحدة منهم لو أنا وسعت tables في عند predecessors تخليني أحدد من هنا كل activity عمين تعتمد. أو ممكن أنا لو رحت على التاب بتاعت التاسك مباشرة من اللينكس أعمل لينك للتاسك مثلا هاي A و B أعملهم هايلايت وبعملهم لينكينج باستخدام التول الموجودة أمامي. طبعا لو هذا التول بتعطيني الديفولت ريليشنشيب إنه على طول أخذت إنه اللينك هذا عبارة عن finish to start، ولكن إذا أنا عندي نوع تاني مضطر أستخدم شيء آخر غير اللي أنا عملته. خلينا نعمل undo، وهذه الطريقة اللي أنا حفضلها الآن لكثير من الشغلات اللي حتمر علينا لاحقا في إدخال بيانات عن التاسكس وتفاصيل أخرى إضافية. طبعا لو خلينا أعمل close للتايم لاين اللي ظاهر أمامي بالرايت كليك بعمل hiding للتايم لاين. الآن في ويندو مهمة جدا اللي ذكرتها، لو أنا جبت الماوس هنا بالكورنر الماوس لما أجيبه على هذا السبليتر بتغير شكله، وبأرفع بضل عامل كليك على الماوس وبأرفعه فبيظهر لي ويندو خاصة أدخل فيها الانفورميشن عن التاسك.
additional information. يعني هاي التاسك مثلا ايه اذا حط عملت كليك عليه بيظهر لي هنا النيم الديوريشن الستارت ديت الفينش ديت ايش الريسورسز اللي حتكون assigned لهذا التاسك والبريديسيسورز اللي انا هان ذكرت بفضل اني ادخل البريديسيسورز من هذا المكان. فمثلا انتقل على طبعا لانه ايه اول اكتيفيتي ما في حدا إلها predecessor ناخذ الاكتيفيتي بي هالاكتيفيتي بي بدي اخذ البريديسيسور إلها الاكتيفيتي اي هاي بختار هاي الاكتيفيتي اي واذا حطيت اوكي على طول بياخذوا الديفولت ريليشن شيب انها اف اس واللاج زيرو. طب ليتر اذا انا حبيت اغير طبيعه الريليشن شيب موجود عندي اف 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 اس اس اف اس اس وهنا بتحكم انا في طبيعه الريليشن شيب منها. طب لو كان في عندي لاج بين الفينش تو ستارت مثلا 2 دايز من هنا بدخل ال 2 دايز. لو كان عندي ليد بادخل هنا ماينس 2 فبستخدم الماينس كليد. هاي لو عملت اوكي الان فهي ظهر عندي ال 2 دايز لاج تايم بين الفينش اوف اكتيفيتي اي والستارت اوف اكتيفيتي بي. طبعا the same I can do with activity C. إذا activity C تعتمد على B طبعا أنا ممكن أختار إما name من هان أو ممكن بالID. يعني إذا أنا كنت عارف الID إنه هذه 2 مباشرة بأدخل 2 وهاي أوكي بيعطيني الريليشنشيب اللي ما بين الاكتيفيتي B و C مباشرة. لو في عندي بيانات إضافية أنا بدي أدخلها عن التاسك نفسه مثلا تاسك A بدي في بيانات أخرى أكثر تفصيل أنا ممكن أعمل دبل كليك على A بيفتح لي الشاشة اللي ذكرناها في المحاضرة سابقا عن التاسك انفورميشن. هنا في جنرال انفورميشن بتبين لي هذه التاسك سواء إذا كان أنا بديت فيها إيش البيرسنت كومبليت نوع السكادجولينج مود إذا مانيوال أو أوتو الستارت ديت والفينش ديت. طبعا في شغلات حاجيها ليتر كيف أعمل رولينج أب لهذه الأكتيفيتي والبريوريتي للأكتيفيتي لأنه ليتر أنا ممكن أعطي كل أكتيفيتي بريوريتي وتوزيع الريسورسز يكون بيست على هذه البريوريتيز. ليتر ممكن أعرف إيش البريديسيسورز الريسورسز المرتبطة بهذه الأكتيفيتي وفي الأدفانسد هذه نقطة كتير مهمة أنا ممكن أتحكم في مجموعة شغلات بهذا التاسك من ناحية constraints إذا أنا سواء عندي deadline مرتبط في هذه الأكتيفيتي أو طبيعة scheduling لهذه الأكتيفيتي to be مثلا finished as soon as possible أو لا في condition harder إنه must start on أو must finish on في certain specific date وهذا conditions كتير مهمة لأنه بتصير هذه hard condition بيلتزم فيها البرنامج عن اللي هو soft condition as soon as possible وممكن أحط ال constraint date في التاريخ المحدد إذا أنا كان عندي في other information حاجيها later لما أتكلم عن resources وأتحكم أيضا في متى ممكن هذه الactivity ترتبط بكالندر خاصة يعني تكون تتبع كالندر معينة خاص في طبيعة أعمال محددة وأيضا كم ممكن نعرف الكود تبعت هذا الأكتيفيتيز وهذا حنيجي عليه ليتر إن شاء الله. هيك أنا بكون دخلت مجموعة كتير مفيدة من البيانات لهذا التاسك باستخدامي إلى هذه الويندو التاسك انفورميشن وممكن طبعا أعمله لبي وسي وخلافه. طبعا نفس الشيء أنا ممكن أخذها من التاب الموجودة عندي هنا الـ View Task Information لكن طبعا في الطريقة السهلة عندي دبل كليك على الشيء اللي أنا بدي أحاول أعدل فيه وهذه ميزة في البرنامج بتعطيني سهولة في إدخالي للبيانات في أكثر من مكان. لو حبيت أعمل الآن Outlining للتاسكس بحيث يكون في عندي سب تاسكس تتبع مين تاسك على سبيل المثال مثلا اكتيفيتي A و B B و C و D هي عبارة عن سب تاسكس من الاكتيفيتي A فبعملها indentation one level هنا تغيرت الاكتيفيتي A أصبحت
عبارة عن summary task، والsub tasks إلها B و C و D، والduration تبعت الactivity A اتغيرت إلى 13 يوم، وهي تبدأ من بداية الactivity B وتنتهي لنهاية الactivity D. فالduration تبعت الactivity A هي مش مجموع السب تاسكس هدول، هي فقط من البداية للنهاية لكل السب تاسكس اللي هما جزء من هذه السمري تاسك. طبعا لو أنا حبيت أعمل إخفاء للسب تاسكس وأكتفي فقط بإظهار السمري تاسك، أنا ممكن هنا أختار أو من الماوس من الأرو الموجود عندي عملت كليك عليه، هنا أخفى السب تاسكس وفقط أظهر للمين تاسك اللي هو السمري تاسك A. طبعا لو كان عندي أنا أكثر من سمري تاسك، هذه بتساعدني في حالة إنه يكون عندي عدد التاسكس كبيرة وأنا مش حابب أظهر كل الديتيلز لكل التاسكس. فمثلا خليني أورجي عندي هنا أكتيفيتي، مجموعة من الأذر أكتيفيتيز وأعمل أيضا لهم سمري تاسكس. هاي أكتيفيتي F، هنا L، K، برضاً هذه عبارة عن 5 أيام، هنا 6 أيام، وأنا الأكتيفيتي L و K هم حيكونوا سب تاسكس من الأكتيفيتي F، أيضاً بعملهم indentation. بس لاحظوا الـ F هي سب تاسك من A، فأنا هنا بدي أرجعها one level back، فأصبحت هي بنفس مستوى الأكتيفيتي A كمين main task. الآن زي ما ذكرت لو أنا حبيت أخفي السب تاسكس من الـ A والـ F، بصير السكجول عندي فقط عبارة عن summary tasks. طبعا هذا الشيء كله أنا ممكن فيما بعد أخفيه بوان كليك لكل السمري تاسكس، أظهرهم مرة واحدة أو أخفيهم بشكل جماعي عشان أورجي الليفل أوف تاسكس الموجودة عندي. وهيك بكون أنا أظهرت البيانات اللي بدي إياها للمين تاسكس ولا السب تاسكس.